أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة إعلان الخارجية اليمنية نية التحالف العربي تعويض الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال غارته على اليمن. قالت وزارة الخارجية إن التحالف سيبدأ بدفع تعويضات للمتضررين من عمليات العسكرية خلال اليومين القادمين. وذكرت الوزارة في بيان لها أن اللجنة المشتركة أقرت منح المساعدات الطوعية للمتضررين عبر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. من جهته نفى مصدر في اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات الاتفاق على آلية ومعايير الدفع للمتضررين أو حتى حجم التعويضات. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا تعلن الخارجية اليمنية عن التعويضات بدلا عن التحالف العربي؟ ومدى جدية هذا الإعلان؟ ما علاقة الإعلان بتقرير الخبراء الدوليين الذي اتهم التحالف بعدم تعويض الضحايا؟ وما هي الآليات المتبعة في هذا الشأن؟ قبل النقاش نتابع التقرير. استجابة للضغوط الدولية أم إقرار بالخطأ والتعويض عن أضراره؟ سؤال ينتظر إجابة واضحة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد إعلان استعداده تعويض المتضررين من غاراته الجوية. الإعلان عن تعويض المتضررين أتى من الخارجية اليمنية التي أكدت وجود اتفاق بين الحكومة والتحالف على تعويض المتضررين. وقالت الخارجية في بيان لها إن مقر قيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف شهد انعقاد اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أقرت فيه اللجنتان آلية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف. بحسب الخارجية فإن صرف المساعدات للمتضررين من عمليات التحالف سيبدأ خلال اليومين القادمين من قبل فريق مختص بناء على حالات تمت دراستها من قبل اللجنة الوطنية، إلا أن مصدرا في اللجنة الوطنية اليمنية نفى لقناة بلقيس وجود اتفاق على آلية تتضمن معايير الدفع أو حجم التعويضات. كانت تقارير دولية ومنها تقارير منظمات تابعة للأمم المتحدة قد اتهمت السعودية والإمارات بارتكاب جرائم بحق مدنيين نتيجة قيامها بغارات جوية استهدفت أماكن مدنية، مما أدى لسقوط العديد من الضحايا، في الوقت الذي يؤكد فيه ناقدون لأداء التحالف على تكراره لسياساته الخاطئة في اليمن والتي جعلت منه متهما بارتكاب جرائم حرب. لكن السؤال متى سيلقى الضحايا الإنصاف والتعويض؟ والأهم، هل ستتوقف الغارات عن حصد ضحايا جدد؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من عدن عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ أشراق فضل المقطري. مساء الخير أستاذ أشراق. مساء النور. أهلا يا أستاذة. في البداية، كيف تتابعين تصريح وزارة الخارجية بأن هناك نية حقيقية لتعويض الضحايا الذين سقطوا بسبب الحرب؟ بالنسبة لموضوع تعويض الضحايا في الحرب، هو ليس أمر جديد وغير مرتبط فقط في بيان وزارة الخارجية. هذا الموضوع يعني تم التطرق إليه يعني مع بداية عمل اللجنة قبل عامين. خلال العامين تم عقد 3 اجتماعات مع قيادة قوات التحالف ومع فريق تقييم الحوادث المشتركة بشأن الوقائع التي أنهت اللجنة التحقيق فيها والمنسوبة إلى طيران التحالف العربي. يعني أخذ خطوات كثيرة هذا الموضوع. يعني ربما هو كان الحدث هو فقط إعلان موضوع التعويضات عبر وزارة اللجنة الوطنية، هي يعني ليست طرف في موضوع التعويضات ولا في هذه اللجنة التي ستشكل في موضوع التعويضات. نحن فقط يعني حضرت اللجنة كما ذكرت في اجتماعات سابقة وناقشت هذا الموضوع لأنه يدخل ضمن آلية تعويض الضحايا. حضر أيضا رئيس اللجنة اجتماع حول هذا الموضوع يوم أمس، لكن اللجنة ليس مهمتها مسألة التعويضات ولا التدخل في المبالغ ولا في آلية التعويضات. مهمتنا كانت أو هي اعتماد قوائم الضحايا الذين أنهت اللجنة التحقيق فيها و
تأكد نسبة وقوعها أو نسبتها إلى التحالف أو طيران التحالف العربي. بالتالي نحن مهمتنا فقط أو دورنا وليس حتى مهمتنا كما نسلم ملفات للقضاء بالمنتهكين المتسببين من قبل الجماعة ومن قبل الجيش الوطني ومن قبل كافة الأطراف الوطنية. نحن أيضا مثل هذه الملفات المنسوبة والتي تم التأكد من أنها قام بها عربي يتم رفضهم بالوقائع والضحايا الذين سقطوا للاتفاق ما بين الضحايا وبين اللجنة التي تتشكل من الحكومة اليمنية والحكومة الحكومة التحالف أو لجنة التحالف العربي للاتفاق على هذه. هذا طبعا فيما يخص جانب التعويضات، لكن في جوانب أخرى هذه طبعا مهمة القضاء بعد ذلك في مسألة الملاحقة والمتسببين وما إلى ذلك. إذا مهمتنا نحن ليس التعويضات ولا تحديد آية التعويض ولا النسبة ولا المبالغ ولا طريقة التعويض، مهمتنا فقط هي كوننا الجهة الوحيدة التي قامت بالتحقيق ولديها أسماء الضحايا و سواء الضرر المباشر الضحايا الذين أصيبوا والذين قتلوا والأعيان التي دمرت. نعم. إضافة إلى قاعدة البيانات هي من تحيل هذه الملفات ومن بينها الملفات القانونية التي تؤكد نسبة هذه الوقائع إلى طيران التحالف العربي. نعم، ربما هي النقطة الأهم أستاذة إشراق، ربما أنت لا تريها الاهتمام لكن هي النقطة الأهم بالنسبة للرصد والتوثيق والرفع بالأسماء الذين تضرروا بصورة مباشرة إذا ما اتخذت الآلية من قبل اللجنة الوطنية للدعاءات، لأنه لا يوجد أي جهة ربما هي من ترفع وبها موثوقة. نعم عزيزي، لكن أقصد للتوضيح بأننا نعم الجهة التي تحقق والجهة التي لديها أسماء والجهة التي لديها أدلة على نسبة هذه الوقائع إلى طيران، لكننا ليسنا الجهة التي سوف تقوم بالتعويض أو التي ستشرف على موضوع التعويضات أو التي تدخل في تحديد آلية التعويض ومبالغها وطريقتها. نحن والملفات ستكون لها شقين، شق سوف يذهب إلى القضاء، نفس هذه الملفات شق سوف يذهب إلى القضاء وشق سوف يذهب إلى الطيران أو قوات التحالف العربي لمناقشة أو دفع التعويضات، لكن مسألة الآلية والطريقة. نعم. طيب استاذ اشراق، بالاتفاق ايضا. نعم. مع من يمثل قوات التحالف. نعم. نعم. طيب ابقي معي استاذ اشراق، نشرك معنا في الحديث من نيويورك المحلل السياسي ابراهيم القعطبي، مرحبا بك استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا، اهلا، حياك الله. اهلا بك. في البدايه استاذ ابراهيم، لماذا برايك جاء الاعلان عن طريق الخالجيه اليمنيه ولم ياتي من التحالف العربي؟ هي نفس المشكله التي عندما يصرح على سبيل المثال الأمريكيين عندما يقولون أنه يجب على السعودية إعادة النظر بالجرائم التي ترتكب، هو التحالف العربي يود أن يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية ما ترتكبه الإمارات والسعودية في اليمن كونها تريد أن تخرج نفسها من الجرائم التي ترتكب. وأنا أعتقد أن هذا أن الحكومة اليمنية أصبحت مجرد أداة بيد التحالف ولم تصبح حكومة ذات مصداقية ولديها الأمر والنهي في الملفات التي تخص الشأن اليمني والجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين. عندما تتكلم الأخت إشراق حول أنه نحن نتحدث فقط أنه لا دخل بالتعويضات، أولا اللجنة الوطنية لا تستطيع التحقيق مع التحالف. هناك، أنا أدرك تماما أن هناك طلبات قدمت للتحالف بأن يتم الإجابة على بعض الجرائم التي ارتكبت ويتغاضون عن ذلك تماما ولا يردون على اللجنة الوطنية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، كيف للجنة التحقيق أن تتحدث حتى عن التعويضات دون أن تتحدث عن تقرير وما هي الجرائم التي ارتكبت وما هي الأشياء التي يجب أن تقام ونشر الأسامي والمواقع والجرائم التي ارتكبت؟ تتحدثون الآن عن تعويضات وهي مسألة الإفلات من العقاب. هم يدركون تماما بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأيام القادمة سيبث في ملف اليمن وسيتحدث الآن على تقرير على إنجاز أو إنشاء لجنة تحقيق دولية، لأننا ندرك تماما أن اللجنة الوطنية تقع تحت
الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية ليس لديها أي قوة في صدور أوامر، وإنما تتبع قوات التحالف الآن، ولا يستطيعون أن يخرجوا عن ما تقوم به التحالف، ولا يستطيعون إدارتها بالجرائم. لكن نحن الآن أمام تقرير لجنة العقوبات الدولية تتحدث على جرائم ضد الإنسانية، على جرائم حرب ارتكبت في اليمن، ليس فقط من قبل دول التحالف الإماراتية السعودية، وإنما من قبل أيضا الحوثيين وميليشيات صالح في السابق. نحن نتكلم على جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، ولا تسقط بمقابل إعطاء أو التعامل مع اليمنيين مع أنهم مجرد أنعام يتم تعويضهم بالمال. يعني يجب محاكمة المجرمين ومن ارتكبوا تلك الجرائم. التقرير الدولي الجديد يقول أن التحالف والحوثيين لم يهمهم ضرب المدنيين، وإنما استهدفوهم بشكل مباشر، يعني طيب. لم يحاولوا تجنب استهداف المدنيين، وهذه الجريمة لا يستطيع أي ولا يستطيع التنازل عنها مقابل حفنة من المال. الآن الإمارات والسعودية وصلوا إلى أن اليمني أصبح مقابل المال، أي أنهم في المراحل القادمة سيرتكبون الجرائم تلو الجرائم، وآخر اليوم يفكرون بإعطاء اليمني جزء حفنة من المال. نعم. طيب أستاذ إشراق فاضل، هل فعلا كما يقول الأستاذ إبراهيم بأن إعلان التعويض جاء على لسان الخارجية اليمنية والحكومة اليمنية هو من أجل أن يتنصل التحالف العربي من الجرائم التي ارتكبها في اليمن؟ أولا في موضوع الشق الأهم بالنسبة لنا فيما يخص اللجنة، نعم، ونستفيد من كافة النقد، يعلم بأننا بالميدان بكافة أنواع الانتهاكات، يعني انتهاكات طيران سقطت، لا يأتي أو لم يرسل أي تقرير عن إيراد نماذج وقائع بالفعل ونسبتها إلى طيران التحالف، مع توضيح كافة الأدلة التي استقاها ونزول الميدان الأسلحة، مخاطبة أيضا للتحالف بالرد على مثل ما يخاطب أيضا بقية الآليات الدولية حول طريقة القصف و نعم. أستاذ أشرق ربما هناك تداخل في الاتصال، سنعاود بك الاتصال مرة أخرى، لكن اسمح لي أن أعود للأستاذ إبراهيم القعطبي. أستاذ إبراهيم، إذا يعني مسألة تعويض الضحايا أليست كافية كما تقول؟ نحن يعني نتكلم على آلاف من القتل المستهدف، قتل المدنيين، قتل أطفال، استهداف المدارس، استهداف المجمعات السكنية، استهداف أماكن العزاء، استهداف المدارس والطرقات. يعني عن أي تعويض نتكلم؟ نحن أمام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نتكلم على آلاف من اليمنيين. التقرير الدولي يتحدث على 6600 قتيل، يعني ويقول التقرير نفسه بأن هؤلاء القتلى ليسوا إلا حد أدنى من ما تم توثيقه، بل أنه العدد أكبر من ذلك بكثير، وعدد الجرحى يقول التقرير أنه أكثر من 10500. نحن نتكلم على آلاف من الناس. طيب، التي تم استهدافهم بشكل مباشر. برأيك أستاذ إبراهيم، برأيك نعم أستاذ إبراهيم، برأيك ما الذي سيحكم لهم غير التعويض؟ نحن الشعب اليمني عندما نتكلم على استحالة الدولة، عندما نتكلم على استحالة يعني الفدرالية، والشعب اليمني يطالب بنظام وقانون، لا يجب أن نعيش عيشة الغاب. يعني نحن يعني إذا كنا نتجه لإقامة دولة مدنية في اليمن، يتوجب أن يكون أولا قبل حتى أي تعويض، أولا الكشف عن الجريمة، من الذي ارتكبها، ما هي مسببات الجريمة، لماذا ترتكب الجريمة تلو الأخرى، لماذا قتل الآلاف من اليمنيين بشكل مباشر. نتكلم عن المدنيين، لا نتكلم عن العسكريين، ولا نتكلم على استهداف الميليشيات والصراع بين القوى، نتكلم على استهداف مدنيين. يجب أن يكون هناك أولا تحقيق عادل وشفاف. طيب أستاذ إبراهيم، عادلة تحقيق، نعم. ومن ثم هل يتعارض اليمنيين الذين ارتكبوا التحكم الجرائم، نعم، ما الذي يودونه؟ هل يودون محاكمات؟ هل يودون عقاب؟ أم يودون تعويض؟ هذا الشيء يرجع
إلى الأسر نفسها التي ارتكبت بحقها وبحق أبنائها الجرائم. لا يجب أن يقتل الشخص ومن ثم يقول القاتل سنعطيكم تعويضا. هذا منطق الـ 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 لا يعني منطق الـ الـ للأسف الشديد ليس منطق إنسانيا يعني. طيب أستاذ أشراق المقطري. نعم أستاذ إبراهيم اسمح لي أن أعود للأستاذ أشراق. أستاذ أشراق المقطري، هل فعلا يعني تعويض الضحايا ليس كافي كما يقول الأستاذ إبراهيم ويجب محاكمة القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم في اليمن؟ أكيد أن أتفق مع الأستاذ إبراهيم مع كل العاملين في مجال حقوق الإنسان بأن أي انتهاك يعني الأساس هو محاسبة المتسببين ومحاكمتهم. التعويض وجبر الضرر هذا أمر آخر يعود إلى الضحايا أنفسهم، هذا معروف في آليات بشكل عام آليات الإنصاف أو آليات العدالة الانتقالية. نحن نتكلم فيما يخصنا في اللجنة الوطنية، مهمتنا الأساسية ليس التعويض يا عز، مهمتنا الأساسية التي كلفنا بها هي التحقيق بكافة أشكال الانتهاكات التي طالت اليمنيين متعلقة بالقانون الدولي الإنساني أي جرائم الحرب وقانون حقوق الإنسان أي الانتهاكات الأخرى. هذه هي مهمتنا، بأن نتواجد بالميدان، بأن نحقق، بأن نستمع للضحايا، بأن نجهز ملفات، بأن نحيل بعد ذلك المتسببين بأسمائهم ومناطقهم إلى القضاء الوطني الذي هو معني بدرجة أولى بإنصاف كافة الضحايا فيما القضاء الدولي للأسف عندما يقوم بعملية نقول الفحص أو متابعة القضاء يعطي نماذج معينة يمكن أن ينصف 1000 2000 لكن لن ينصف عشرات الآلاف. في اليمن الضحايا تجاوزوا يعني الآلاف وعشرات الآلاف من الضحايا بانتهاكات مختلفة وجمع. الموضوع يعني أن تعلن الحكومة اليمنية أو غيرها أن هذا شأن الحكومة اليمنية في موضوع التعويضات أو غيره هذا شأن، لكن نحن نتكلم عن الضحايا. الضحايا أمامه بعد ذلك أن يرضى أن لا يرضى، أمامه القضاء يعني متواجد. الأهم من هذا أن كافة الأدلة وثائقه جاهزة ويعني موثقة لكي لا تضيع هذه الأدلة في المستقبل، لكي لا يسقط حقهم في التقاضي والمتابعة. نحن علينا تجهيز هذه الملفات القانونية لأن الكثير من ليس الضحايا الكثير من الشهود يا أخي. طيب أستاذ أشراق، الشهود العاملين في مجال حقوق الإنسان الكل طالهم موضوع القتل. نعم طيب، هل يأتي في سياق ما ذكره الأستاذ إبراهيم بأن التحالف العربي يريد التنصل من هذه المسؤولية ويحملها الحكومة الشرعية؟ ربما هذا السؤال يوجه إلى الحكومة الشرعية. نعم. حول الآلية التي تم الاتفاق فيها وما هو هذا الخبر، لكن بالنسبة لنا كما ذكرت موقف اللجنة أو دور اللجنة في هذا الموضوع الذي تم التطرق إليه، لأن من ضمن كما ذكرت أدوار اللجنة هي مسألة التحقيق بالانتهاكات، طبيعي من نتائج التحقيق بعد ذلك هي محاسبة المتسببين ومساءلتهم وجبر الضرر والتعويض هذا المرتكب بالضحايا أنفسهم ورضاهم بهذا الشق من الانتهاكات أو من هذا الشق من الإنصاف. يعني الدرجة الرئيسية أو المرحلة الرئيسية عندنا أو الخطوة الرئيسية في مسألة التحقيقات هي محاكمة المتسببين ومساءلتهم وفق إجراءات قانونية تم يعني تجهيز هذه الملفات ليستفيد منها الضحية وليستفيد أيضا منها الجهات العدلية والقضائية أيا كانت بأشكالها. هذا المهمة الرئيسية التي اطلعت بها اللجنة ونراها بأنها المهمة الرئيسية، لا يمكن أن تتحرك وأنت ليس لديك ما يوجد. وكما ذكرت نحن في ظل حرب، يعني حتى الأدلة تنتهي في المستقبل، لدينا شهود في وقائع كثيرة حدثت في تعز في مأرب في البيضاء، الشهود الآن قتلوا، يعني الآن نحتاج إلى التحديث من البيانات. وأنت تعلم أن حتى في القضاء الدولي بحاجة إلى أدلة قطعية ومنطقية، ليس الدليل فقط عبارة عن رأي صحفي أو عبارة عن صورة واحدة، نحن نحتاج إلى أدلة كثيرة من الإثبات. نعم. طيب أستاذ أشراق، هل نعم. أتمنى أن تقيم هذه اللجنة بشكل جدي. نعم. طيب هل إذا ما تم التعويض فعلا وجبر الضرر أستاذ أشراق، هل سيتم الاعتماد فقط على ما تقومون بأنتم في اللجنة الوطنية أم هناك قنوات أخرى ممكن يعني تقبل التقارير التي ترفع وأيضا من طالتهم الانتهاكات؟ ليس عند يعني ما عنديش فكرة هل فقط سترفع أو سيتم الاعتماد على ملفات اللجنة الوطنية للتحقيق، هذا راجع للجنة التي تتشكل فيما بين الحكومة وبين قوات التحالف. لكن ما لدينا نحن هذا ما تحدثنا عنه بأن الملفات التي لدينا تحال للقضاء
في أي جراء حتى الضحية بحاجة إلى هذا الملف لكي يستفيد منه لكي يطالب مسائل تعويضات إنصاف، نحن ليس لدينا أيضا مانع، بالتالي فقط هذا نقول الطلب الذي وجه إلينا بأن الملفات التي لأن نحن خاطبنا التحالف بأكثر من 120 واقعة انتهاك تم التحقيق فيها من قبل اللجنة الوطنية، ربما من هذا المدخل كان بأنهم يريدون أسماء ضحايا 120 الواقعة، لكن في بالنهاية الضحية لديه الكثير من الحق في الاتجاه بأي اتجاهات أخرى. شكرا جزيلا لك الأستاذة إشراق فضل، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وأعود إلى نيويورك مع الأستاذ إبراهيم القعطبي المحلل السياسي. أستاذ إبراهيم، ذكرت أنت نقطة بأن اليمنيين لا يريدون التعويض فقط، يريدون الدولة، يريدون إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب. هل يعني ملف تعويض الضحايا وجبر الضرر يتعارض مع هذه المطالب؟ طبعا بكل شك. أولا للتعليق على ما ذكرته الأخت إشراق، يعني نحن نتكلم على آلاف من الجرائم، لم اللجنة الوطنية لم تبث في جريمة واحدة، لم يجد هناك أي تقرير من قبلهم. ثانيا عندما تتحدث عن القضاء، لا يوجد قضاء في اليمن، ولذلك نحن بحاجة إلى لجنة تحقيق دولية وإلى قضاء عادل، وهذا لا يوجد الآن في اليمن. فمن حق اليمنيين أن يذهبوا إلى المجتمع الدولي ودعوتهم للتحقيق في ذلك، ومن ثم محاكمة المجرمين. النقطة الثالثة، أنا في اعتقادي أن التحالف أولا بسبب هذه ما يتكلمون حول التعويض، هي أولا إدانة أنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، يحاولون التحايل حول تلك الجرائم، ومن ثم إيقاف أي لجنة تحقيق دولية قادمة، لأنهم يدركون الآن أن اللجنة الدولية أو أن لجنة الخبراء الدولية قد قدمت أسماء بمن ارتكبوا تلك الجرائم. ولا استبعد ان يكون الامير محمد بن سلمان كونه كان رئيسا للدفاع من ضمن تلك الاسماء ومن ارتكبوا او من اصدر الاوامر بارتكاب الجرائم في اليمن. اذا هل يمكن اعتبارها خطوه استباقيه حتى لا يصلوا الى مرحله تسميه من قاموا بهذه الجرائم؟ طبعا هي خطوه لمجرد يعني تحويل الموضوع الى موضوع نحن قد ارتكبنا اخطاء، والان الذي نستطيع ان نقوم به هو التحويض. يعني هي محاوله اعطاء بعض الدول التي تدعم السعوديه ماده لايقاف اي تحقيق حقيقي في من قبل الامم المتحده، وانا اعتقد في اعتقادي هذا سيفشل، لانه هناك الاف من اليمنيين قتلوا على يد التحالف. ليس فقط هذا، وانما الجرائم ترتكب يوميا في حق الشعب اليمني من قبل الإمارات والسعودية، ولا يوجد أي ولكن ألا تعتقد؟ طيب أستاذ إبراهيم، سؤال أخير. نعم، سؤال أخير أيضا، كما يعني يقول البعض أن يعني قدوم التحالف على هذه الخطوة هو من باب الإنصاف وتحمل المسؤولية الكاملة، بعكس ميليشيا الحوثية التي تقتل ولا تأبه لليمنيين ودمائهم. ليس صحيح. أولا باب الإنصاف يتم من أن لا تكرر ارتكاب تلك الجرائم، وهذا ما لم يقوم به للسعودية والإمارات. الجرائم ترتكب يوميا في حق الشعب اليمني، الأطفال يستهدف والنساء تستهدف، المنشآت المدنية تستهدف يوميا، هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى، عندما يتحدث التحالف أنه هذا شيء فقط من أجل أنه الشيء الصحيح الذي يجب أن يقومون به، فاعتقادي أنهم لم يتحركوا ولن يتحركوا إلا عندما أدركوا أن هناك اتجاه دولي حقيقي لمحاكمة القتلة، ومن ضمنهم التحالف العربي الذي ارتكب جرائم في حق اليمن. فلذلك حاولوا، لم يأتي ذلك لأنهم يعني حريصين على دماء الشعب اليمني أو أنهم يريدون تعويض من قتلوهم، لكنهم وجدوا أن هناك تحول دولي حقيقي في هذه المسألة الإنسانية وفي هذه المسألة العادلة، فلذلك يحاولون تفاديها. لماذا انتظروا إلى اليوم لتعويض آلاف اليمنيين؟ يعني نحن نتكلم على آلاف اليمنيين الذي ارتكبت في حقهم الجرائم منذ 3 أعوام، وليس من الأمس وليس من قبل أيام. فلماذا ينتظر التحالف السعودي الإماراتي إلى اليوم من أجل الحديث عن تعويض؟ لماذا ينتظر فقط إلى أن أتت اللجنة الدولية لتقول للحرم أن هناك جرائم حرب ارتكبت في اليمن من قبل جميع الاطراف، ومن ضمنها السعوديه والامارات وميليشيات الحوثي؟ اشكرك استاذ ابراهيم.
نعم حرصا على الشعب الليبي، وانما ما جر يعني مجرد ذر الرماد على العيون من اجل الاسباق من العقاب والمحاسبه. المحلل السياسي ابراهيم القعطبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نيويورك، والشكر ايضا للاستاذه شروق اشراق فضل كانت معنا من عدن. ختام هذه الحلقه تقبلوا تحايا معد هذه الحلقه الزميل ماهر ابو المي، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمه الله.